الكابتن طارق العشري المدير الفني الانبي اول الدوري، الف مبروك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا محمد، شكرا جدا. كابتن النهارده المباراه توقعتها ازاي واداها هتسهل عليك ازاي؟ توقعتها صعبه لان الشوط الاولاني مر صعب جدا. الشيء الحلو فيه انك استغلت كل الفرص اللي اتيحت لك، سواء ضربه الجزاء او تعزيز الهدف عن طريق الحلواني. يمكن هدف الحلواني بالذات هو اللي يمكن ادخلنا في المباراه، لان حصل تراجع كبير جدا خلال الشوط الاولاني بعد الهدف الاولاني، وكان في غلبه شويه للفريق الطلائع. ولكن الحمد لله انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ثلاث نقاط مهمين جدا، ثلاث اهداف في الشوط الاولاني كان ممكن يضعفهم خلال المرتدات عن طريق لامه خاصه. استغلال الفرص كانت مهمه جدا، ويمكن دي اللي حصلتنا. التغييرات اللي اجرتها معناها ان انت رضيت بنتيجه المباراه في شوط ثاني؟ لا بالعكس، يعني انا غيرت الصافي وقعود والاثنين بيتمتعوا بسرعات كبيره جدا. الشيء اللي انا كنت مفتقده خلال الشوط الاولاني هو التنظيم، وده اللي عملناه خلال الشوط الثاني. ونظمنا شكلنا بشكل كويس جدا، واعتمدنا على استغلال المساحات خلف شديد وخلف عبد العزيز. الحمد لله يمكن في اكثر من فرصه كانت ممكن تترجم وتزيد الرصيد الاهداف، لكن بحمد ربنا سبحانه وتعالى. عموما مباراه سجال قويه جدا من الفرقتين، انتزعنا ثلاث نقاط مهمين جدا لمواصله المشوار، وده بياكد ان احنا الحمد لله على الطريق الصحيح. مو اقدر اقول للمره الثانيه طارق العشري يحرج استاذه طلعت يوسف؟ لا انا مش عاوز اسميها كده، الكابتن طلعت قامه بالنسبه لنا كبيره جدا، اخ عزيز، ويبقى احنا لنا هدف معين احنا بنحاول ان احنا نحققه بغض النظر عن مين المنافس. احنا بندور دايما على الثلاث نقاط. انت خلاص اتحطيت في بوزيشن معين، وده يمكن انا بقول لعيبه ما ينفعش ان احنا نتراجع، خاصه المباراه على ملعبك او خارج ملعبك، فبنلعب على الثلاث نقاط. انبي قادر على مواصله المشوار بنفس هذا الاداء؟ ان شاء الله قادر. ان شاء الله. توفيق يا كابتن.